السلام عليكم أعزائنا الطلاب، أهلا وسهلا بكم في محاضرة اللغة الإنجليزية. اليوم عندنا يونت 2، موضوع الاقتراح. إن شاء الله تستمتعون ويانا طلابنا الأعزاء. Making suggestions، الاقتراح. عندنا ثلاث أدوات بهذا الموضوع طبعا، إذا تلاحظون ويانا. Shall we، let's، we could، كلها يجي براها فعل مجرد خالي من أي إضافة. فقط shall we عندنا تكون الجملة منتهية بعلامة استفهام، لكن عندنا الأداة let's والأداة we could لا، تكون الجملة مثبتة تنتهي بنقطة. ننتقل إلى الأمثلة الوزارية. Number one، take a taxi to the airport. Make suggestion أو make a suggestion، كون اقتراح. هنا أنا ما منطينا أي أداة إحنا ملزمين بها، فراح نقول أي أداة إحنا يعني مشينا. مثلا we could، we could take a taxi to the airport. وتنتهي الجملة. Number two، go to the shops before the plan leaves. Suggestions، أيضا اقتراح بدون ما ينطينا أداة، وإحنا قلت لك إحنا ما ملزمين بأي أداة، بكيفنا. مثلا نقول shall we go to the shops before the plan leaves، وراح ننهي الجملة بنقطة. تنتهي الجملة بمن؟ بنقطة، طبعا تكملة الجملة يعني هذه. Number three، meet at three in the departure lunch. Suggestion، أيضا ما منطينا أداة، راح نستخدم الأداة طبعا shall we، shall we meet at three in the، وتكمل الجملة. هنا عندنا number four، take a taxi to the airport. Suggestion، use، استعمل let's، يعني هنا انت ملزم بالأداة let's. راح تقول let's، تكتبها ثم تكتب فعل الاقتراح، take a تاكسي، وتكملت الجملة. نمبر 5 عندنا، نمبر 5 إذا شوف قدامك عزيز الطالب، نمبر 5 let's watch أو watched the film. طبعا راح نختار الأداة watch، ليش؟ لأنه let's يأتي بعدها فعل مجرد خالي من أي إضافة. شكرا لكم أعزائنا الطلاب، أتمنى استفاديتوا من هذا الموضوع، من هذه المحاضرة. إن شاء الله تابعونا على القناة حتى تستفادون أكثر. شكرا جزيلا لكم.